يا هلا والله يا بشونكم وشون صحتكم يا ولد. يوم جديد بفيديو جديد وعذرونا على القطعه يا ولد، والله ما ملحق. حل والله يعني ما ملحق دوم. هلو هاي شنو هاي؟ والله يا ولد جاي اعرف الطيور المغرب. حلو هذا غريب وياهم. شنو دشي لوت؟ شنو هذا دشي؟ او ما يسوى. شوفوا يا وليد، والله صار لي يومين ما مصور، قلت خل اصور لهم وانا اعلفهم. يوم ما ملحق يا وليد، تدرون بعد هسه بقضاء المدينه زوار والمشايه، وثقلها هسه بقضاء المدينه، يعني ثقلها كلش هسه بقضاء المدينه، وما جاي يلحق. زوار عندنا والاسواق وذاك الصوب والتوزيع، وما يعني كلش ما ملحق، مش يوم ما كان. فعذروني هالكم يوم هاي. حلو نص قلاص طيتهن، وهذا هم نص قلاص، وياهن صيد يا ولد، حسبوه صيد بعد. هذا وياهن شوفوا هو صيد، شنو حسبوه هو، انتم حاسبين ريق قدام، ها صيد ها ها. خلينا نزلن ياكلن، خلي اطل الزواج لا هم زين قاضي، مات الزواج مات الماي وحده. حلو حطوا لنا لايك يا ولد، حطوا لنا لايك، اشتركونا بالقناة، تجدد طابوين جدد للقناة يا ولد، سوونا اشتراك وخلونا لايك للفيديو. حلو هاي الزواج، والله الزواج ينزلن ياكل اللي مو ظلمه. هذا فيديو على مود ما اريد اقطع بيكم، لان تدرون والله تدرون ما الا ملحق دوم. ها ها شنو صار؟ صارت حمسه هنا، صارت بالنعل حشاكم. يلا اكلن، هلا عضوا ياكلن يا ولد، اذا هسه بس اخر الفلاش عني نصعدن على الترايش، فخلي ياكلن خطيه. والله جاي اصعد اطير هنا نشم بالصلوات يا ولد، مفولات بالمطيار. ان شاء الله الفيديو اللي يجي راح ابدا الفيديو بمطيارهن، مطيارهن صاير يخبل فتشي. وين طلعتن؟ وين 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 وين؟ اوه عبالهن الدنيا فجر، عبالهن الدنيا فجر. يلا ألف عافية. شوف يا ولد شلون ميتات من الجوع. اي مثل ما قلت لكم جاي اصعد بس انشن وانزل، انشن وانزل، جاي اقويهن على المطيار. فيا ولد صايرة الصلوات مطيارهن، يعني شو اقول لكم، فد شي صاير مطيارهن. وعذرونا على هذا الفيديو القصير، ولايك واشتراك يا ولد للفيديو. تعال البني، عبالي الدنيا فجر، مو انا دائما الفجر افتحهن. يلا روح انطبن كلين، طبن طبن طبن، ما يعدهن هاي زين، ضاله بها ربع هاي الدبه. طبن 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 كلين، شاش بيتشن لو الا فلاش، ما ادري والله ياكلن هنا، ياكلن دائما اذبلهن انا المغرب، هيك وقت من اتاخر اذبلهن المغرب ياكلن عادي، بس شنو هسه عباهن الدنيا فجر. فطلعن وين باكر راح اخليهن انا الصبح، راح اخليهن مفتوحات من باكر الصبح، الزواجر راح اسق بفصحن. الف عافيه. شلون جوعانات يا ولد، جاي اطهن وجبه واحده باليوم قلاص. شوفوا هذا القلاص، هذا القلاص وجبه واحده باليوم، حد وجبه واحده باليوم، وهذا القلاص حد، هذا القلاص وجبتهن بس المغربيه. بس اطيتن هوايان شبعن هالطارن، شوفوهن وخرن رغم ما جوعانات، بس انا مطهن هواي، بس عادي عاد لو يبقى شوي للصبح ياكلن ما عليهن شيء. دخلن اكلن، خلي اضوي كان دخلن، يلا اكلن ها، يلا اكلن ها 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 ها. هاي الزواج بيهن سوله يتعاركن، ما ياكلن وشكته. اكلن اكلن اكلن، عيفن العارك.
مغاليب صعدا على الترايش، بس وخرت الضوء عنهن، خلي اكلنهم شويه زواجل وراح اضويهن. يلا الزواجل بلكت الله نحصل لنا كم مخلف، فلا هاي ما بيضت ناكل، راح ادبلهم خوص بلكت بيضا، اريدهن بيضا، هذا السربوت وهاي النثيه، هاي النثيه وهاي ابن التشينيه، هاي النثيه زاوجة، بس اريدهن بيضا. هذا الفحل راح احتار بيه بالشتاء المقصوص، وين اوديه ما ادري، جوز الطيل واحد يبزر منه ورجع لي، الله كريم، من نال الشتاء نشوف شلون تصفى. خطي شلون جوعانات، وعذروني وارجع واقول لكم عذروني يا ولد، لان مثل ما تدرون ما فارغ، وقلت لكم مشاية وبالمحل وهيك هيك دقيقة ما جاية فراغ، بس الصبحية فارغ ونايم بالصبح ما أقعد، وحتى لو أقعد أقعد الساعة بالعشرة، بعد بالعشرة شيء مستكتل، بعد يا يقدر يصعد بالعشرة، مو تقول شتاء ونصعد بالعشرة عاد الجو بارد، لا شمس تصمص صمد. مخاليف شين الكلين صعدة، شوف اكل هواي زاد والله، شبعان شبعان. يلا هذا خليه يبقى للصبح، هذا خليه يبقى للصبح. هراويكم الصيد، خاف ما شفتوه. هذا الصيد، كان ماي بالله، خل اتاكد عن الماي، لو انا احكي من يم اقول بي ربع، اي بي بي، ها بي ماي الصبح اترسلهم. الف عافيه. بخصوص التور، اذا سالتوا عنهن، التور نزلتهن جوا منا للشتاء مثل ما قلت لكم، هذا مو هذا المخاليف نزلتهن جوا، لا التور الكبار الردل من الوجبه اللي بعتهن منا للشتاء، والله كريمة نشوف شلون راح نصافى عليهن، نبرجلهن او شوف شلون راح تصفى قضيتهن، الله كريم من هذا الشتاء خليه يورد شويه الجو هسه حتى مالي خلق وما فارق اصعد للسطح، خل ان شاء الله تقبل 40 يبرد شويه الجو ونصافى على الطيور، نبدي لهم قفص، هاي شويه الجو يبرد هسه حاره ما نقدر كل شيء اسوي. يلا يا ولد عذرونا، ارجع واقول لكم عذرونا على المقطع شيء قصير وما جاي اصور لكم، بس هتعدي هاي الفترة وان شاء الله بخدمتكم. انا شوفكم بفيديو ثاني، واصل حد هنا ما مخلي لايك خلي لنا لايك، والواصل حد هنا ما مشترك بالقناة خليه يشترك، شوفكم فيديو ثاني وقد باي.